جدل كبير يرافق وفاة المقاتل المغربي محمد سليمان. توفي سليمان عبد السلام محمد البطل المغربي في الفنون القتالية المختلطة يوم أمس الأحد عن عمر يناهز 35 عاماً، وأثار نبأ وفاة المقاتل المغربي حالة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة بعد ورود أنباء عن وفاته في إحدى الدول الأوروبية بسبب جرعة لقاح ضد فيروس كورونا، وخلف النبأ حزنا كبيرا في الأوساط الرياضية المغربية. تناقل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مجموعة من رسائل التعزية بعد انتشار خبر وفاة سليمان. هذا وتفاعل البطل المغربي أبو صحيطر عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستغرام مع خبر وفاة سليمان وكتب: توفي اليوم أخي سليمان، إن لله وإن إليه راجعون، راجينا من الله أن يمنحك أعلى مراتب الجنة أخي العزيز. وكان المقاتل المغربي سليمان عبد السلام محمد الذي اشتهر بتدريبه معظم مقاتلي الفنون القتالية المغاربة في هولندا خاض آخر نزال له قبل شهرين وفاز به بالنقاط. الفنان عبد الله فركوس يغادر المستشفى العسكري بالرباط. غادر الفنان المغربي عبد الله فركوس المستشفى العسكري بالرباط إلى منزله بمدينة مراكش بعد تحسن حالته الصحية. وكان الفنان المراكشي والمنتج المغربي عبد الله فركوس قد نقل للمستشفى العسكري في شهر نوفمبر المنصرم بأمر من جلالة الملك محمد السادس بعد أن خضع لعملية جراحية على مستوى القلب بإحدى المصحات الخاصة بمدينة مراكش. هذا وتكللت العملية الجراحية بنجاح، حيث تقاسم فركوس مع متابعيه فيديو له من داخل غرفة العمليات ليطمئنهم عن حالته الصحية. كريم بن عبد السلام أول شاب مغربي مصاب بالتوحد ينال الدكتوراه. أعلن رئيس جامعة محمد الخامس بالرباط محمد غاشي اليوم السبت نيل أول شاب مغربي مصاب بالتوحد درجة الدكتوراه في المملكة. وقال محمد غاشي عبر حسابه على فيسبوك: شاب تحدى كل الصعاب، كريم المصاب بالتوحد أول شاب مغربي توحدي ينال الدكتوراه بالمغرب، لحظة تدمع العين وتفرح القلب. وأضاف غاشي: كريم لم ينل فقط شهادة الدكتوراه بل أعطى درسا في الإصرار والصبر، شكرا كريم. ويشار أن كريم بن عبد السلام سبق له أن أصدر أغنية مصورة موضوعها التوحد رفقة الموسيقار المغربي نعمان الحلو، كما شارك في التصوير مجموعة من الأطفال المتوحدين مع الممثل القدير نبيل عطيف، والأغنية تحمل اسم التوحد وهي من شعر سعيد متوكل وألحان نعمان الحلو ومن توزيع وتنفيذ يونس الخزان وإخراج محسن أمان. الفنانة المغربية زينب الناجم تفاجئ الجميع بعد ظهورها حليقة الشعر. ظهرت الفنانة المغربية المتألقة زينب الناجم بشكل فاجأ الجميع، لا سيما جمهورها ومتابعيها على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستغرام، بعدما نشرت صورة لها عبر خاصية ستوري ظهرت من خلالها وهي حليقة الشعر، وأرفقتها بتدوينة جاء فيها: يلا إلى كينشي دور، أنا قرعت بسم الله.
وكانت هذه الصورة صادمة بالنسبة للجميع، حيث تساءل الكل عن سبب إقدامها على حلق شعرها، ليتأكد فيما بعد أن المرض الخبيث قد نال منها، لكنه ولحسن الألطاف الإلهية لا زال في بدايته. ويشار أن الفنانة بطلة مسلسل سلو سلام زينب الناجم تعد من بين الفنانات المتميزات، وقد دعا صيتها خصوصا في السنوات الأخيرة، حيث كان لها حضور وازن عبر سلسلة من الأعمال المسرحية والتلفزيونية. الأمير مولاي هشام يكشف عن مستجدات وضعيته الصحية. يمر الأمير مولاي هشام ابن عم العاهل المغربي الملك محمد السادس خلال هذه الفترة بأزمة صحية. وقال الأمير هشام في تدوينة على حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستغرام مرفوقة بصورة له في المستشفى: خضعت للتو لاختبارات طبية بسبب آلام وحمى ألمت بي، غير أن الأطباء حمدا لله استبعدوا أي خطورة على وضعي الصحي، وعزوا الإرهاق والحمى المستمرة إلى عدوى أو التهاب لم يتم تحديد مصدره حتى الآن. وأضاف الأمير: وما علي إلا الانتظار والصبر للتعافي التام بإذن الله. وبالمناسبة أتقدم بجزيل الشكر إلى كل الأشخاص الذين راسلوني معربين عن متمنياتهم لي بالصحة والشفاء، فقد كان وقع رسائلهم الدافئة علي كوقع البلسم. وزاد ابن عم الملك محمد السادس: وكم كان بود الرد على كل رسالة على حدى، إلا أن ظروفي تحول دون ذلك الآن، فشكرا لكم جميعا، كما أعرب بهذه المناسبة كذلك عن امتنان خاص للطاقم الطبي، وأساسا الدكتور برادة والدكتور صبيحي على العناية الخاصة التي أحاطاني بها. وختم الأمير مولاي هشام تدوينته بالقول: رعاكم الله جميعا وحفظكم وسلمكم. وفاة المقاتل المغربي محمد سليمان. انتقل إلى عفو الله ورحمته المقاتل المغربي محمد سليمان، وتلقت أسرة الرياضة المغربية اليوم الأحد خبر الوفاة بحزن شديد. وتناقل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مجموعة من رسائل التعزية بعد انتشار الخبر. كما تفاعل البطل المغربي أبو زعيتر عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستغرام مع خبر وفاة سليمان، ونشر تدوينة عبر خاصية ستوري تقول: توفي اليوم أخي سليمان، إن لله وإن إليه راجعون، راجينا من الله أن يمنحك أعلى مراتب الجنة أخي العزيز.